يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترند على شاشة القناة الأولى. النهاردة هيكون معانا كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا وكانت ترند على مدار الأسبوع. ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترندز أوف ذا ويك. الوثائقية تتصدر الترند على تويتر. ليوناردو دي كابريو ودعاية مجانية للسياحة في مصر. الحلق العامل قلق. ظهور سيلينا جوميه. اتصدرت قناة الوثائقية الترند على تويتر الأسبوع اللي فات بعد انطلاقها، وطبعا في ناس كتير عبرت عن سعادتها الكبيرة بالقناة لكونها أول قناة وثائقية مصرية، وتعتبر هي أول قناة وثائقية مصرية بيتم إطلاقها وبتحكي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث اللي شهدتها مصر على مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد، وأفلام عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة. وكل التوفيق طبعا للقائمين على القناة. الحاجات الجميلة اللي كان لازم نتكلم عليها النهاردة هي الكلام اللي كتبه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو عن شواطئ البحر الأحمر، وتحديداً عن الشعب المرجانية فيها اللي بتعتبر الأجمل في الدنيا، وإنه الصفاء والنقاء بتاعها مش موجود في أي حتة في العالم كله. الفنانة أحلام هي واحدة من أكتر الفنانين في الوطن العربي اللي دايماً بتثير الجدل بإطلالاتها، واللي كان آخرها الحلق اللي ظهرت بيه في حفل الليلة المسية بالرياض، واللي كان السبب في إنها تتصدر الترند بسبب مظهره. واللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا في الصور هو ده الحلق الضخم جدا، وهو طبعا من تصميم نيكول جبران وطوله أكتر من 15 سنتيمتر. والحقيقة هو مش حلق بس، ولكن هو عبارة عن هات بيس كاملة ومكون من الحلق اللي ظهر في الصورة وتاج للراس، وكان مرصع بالماس والكريستال. وسبق ان هو ظهر بيه سيلينا صموئيل الوصيفه الاولى لملكه جمال لبنان السابقه، وكمان رومي شيباني ملكه جمال برضو السابقه، ولكن هم ظهروا بيه بغرض تسويقي فقط. ولكن القطعه اللي ظهرت بيها احلام واللي اثارت الجدل على السوشيال ميديا اتصنعت يدويا ليها خصيصا، وتم اضافه بعض الاحجار الكريمه للحلق والتاج بالاضافه طبعا للكريستال والماس زي ما قلنا قبل كده. الحقيقة إنه من أبشع الأمور في الدنيا هي قصة التنمر، وخصوصاً لما يكون حد بيتنمر على مرض أو مريض. في سنة 2014 تم تشخيص إصابة النجمة العالمية سيلينا جوميز بمرض الذئبة، واتدهورت حالتها الصحية وكمان اضطرت لزراعة كلية بعد كده. المهم إن سيلينا ظهرت الأسبوع اللي فات في لايف على صفحتها الشخصية في التيك توك، وكانت بتتكلم عن اللي حصل لها وكل التغيرات الجسدية والنفسية اللي حصلت فيها بسبب المرض والأدوية. المشكلة انه هي بتتكلم ظهر بعض المتنمرين اللي سقروا من وزنها الزايد، وكان ردها عليهم ان ده بسبب المرض والادوية واللي بتخلي جسمها يزيد في الوزن، وقالت بانفعال انها مش موديل ومش مطلوب منها انها تكون بشكل معين. اللايف اللي ظهرت فيه سيلينا كان معاها فيه اختها الصغيرة جيرسي، وقالت سيلينا فيه انها ما كانتش بتحب تظهر لانها شافت ان الظهور هيبقى متاجره وتشهير بمرضها، وقالت لكل المتنمرين عليها انها عارفه انها كل يوم بتكبر وهي مبسوطه لانها عاشت حياه جميله قبل اصابتها بالمرض. وبالرغم من تعرضها للتنمر من بعض الناس الا انها قدمت الشكر لكل الناس اللي دعموها نفسيا خلال الفتره اللي فاتت. ويمكن كتير مننا كان شايف الفيلم الوثائقي اللي اتعرض السنه اللي فاتت واللي اتكلم عن معاناتها مع المرض العقلي ومرض الذئبه. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك.